الإخوان مركز راسي مليل، نتمنى باش تعاد النظر في هذا البلاج هذا. ستعاد في النظر باش يكون واحد البلاج زوين في المستوى اللي يلف مع الطريق هذي. اللي على اليسار ديالنا بيصيبوا لي القناطر ديالو. المشاهدين كما كتشوفوا معنا هذا المقطع هذا من راس ومليل، ثم المقاطع اللي باقا فيهم الاشغال هنايا في هذا الطريق. الاخوان المشاهدين، هذا المقطع هذا الشيء اللي جعله يبقى معطل هو الشركه اللي كانت شدت المشروع، شدت الخدمه في الوقت ديال كوفيد ديال كورونا. كانت هاد الشركه حبسات، ما عرفناش شنو الاسباب، كانت بدات المشروع وما كملاتوش. هذا هو الشيء اللي خلى هاد المقطع هذا يبقى مؤخر، هو اللي يبقى مؤخر. واخا كانت عنده الطريق سهل، يعني ما كانش عنده شي صعوبه، ما كان لا جبال لا والو، ولكن المشكل هو كانت الشركه حبسات وعاد جات شركه اخرى هي اللي كملت المشروع، هي خدامه
من هنا حتى لزريوي للإخوان، هادو هما المقطع اللي باقي ما سالاش فيه الأشغال هنايا في الطريق ما بين بولمي وطنطان. فرجة ممتعة وخليكم مكملين مع المقطع حتى النهاية. الإخوان صافي الخط تيكون مسبوق بالأبيض يعني انتهت فيه الأشغال، باقي هذاك الجهة اللي على اليسار ديالنا هي اللي باقي فيها الأشغال. Thank you.
المشاهدين نكتفي بهذا القدر، غنوافيكم بمقطع آخر إن شاء الله. تلزريويلا، تحية لكم جميعا، السلام عليكم.